هذه قصة يا أبو عمر الله يهون الربع، صارت علي وأنا ومع واحد من أصحابي أسلم. هذا واحد من أخوياي الله يذكره بالخير، تزوج له حرمة أم عيالها الأولى. يوم تزوجها إن شاء الله وقعدت معه كم سنة ولا حملت، وراح وداها آخر شيء قالوا لها الدكاترة هالمرة هذه مستحيل أنها تحمل، ولكن شف لك يعني طريقة أخرى، يعني مثل ما تقول يعني تتزوج ولا مع هالمرة هذه ما أنت بجايب منها عيال. جاء وقال لمرته تسمعين كلام الدكتور، أنت وش رأيك؟ قالت أبد أنا معك وأنت دور نصيبك الله يرزقك، وانا ما الله ما هم خليني تقول له فلا. راح وخطب له حرمة يبي طبعا يتزوج المرة الثانية. يوم خطبها قبل يخطبها جاء لأمي وشاورني عليها، فأنا صراحة يعني حط كذا خيارات، هالمرة هذه وحريم ثاني. أنا قلت له المرة هذه ما تناسبك، لأن في فروقات أحيانا بعض الناس الربع في فرقات بينهم ما تناسب، يعني يقولون لو الأولين الليلة الظلمة بينت من عشاها، ونزول مع أول الدرج ولا نزول مع تلاه، يعني أحيانا تدري أنت أنك ما راح توافق مع 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 هالأشخاص. فأنا ما أشرت عليه، قلت له شوف الفلاين والثانين، جاهوا ابن حلال ما أدري عاد قناعته كذا، وصمل وراح وخاطب منهم وتملك، ورحنا وحضرنا عرسه وعطينا حانيته وجلسنا حنا وياه. راح الرجال يمدح روحه بعد، سبحان الله العظيم، شوف الله إذا أراد شيء، مجرد أنه تزوج هك الليلة يوم أنه جلس أسبوع وتجي مرتها الأولى قالت أنا الآن منقطع الدورة عني لها فترة ما أدري وش المشكلة، ويروحون يحللون تصير حاملة الأولى، والثاني عقبها بشهر تحمل، وكلهن يجيبن مواليد يعني كلهن صارن بالأربعين جميع. شوف الله إذا أراد شيء سبحانه وتعالى. جلس مع الثانية يعني تخبر الواحد العريس أول ما يعرسه منبسط، وذا بعد فترة تبين له يعني أشياء ما توافقه، يعني هو رجال مثل ما تقول بعض الناس ما يبي مثلا المرأة تروح مع سواق ولا تروح للسوق ولا تروح واجد ولا تطلع إلا بإذنه، وهذول الناس بعضهم حين متعودين على عادات ما بدوا ما يتوافقون. يوم أخذت هك اليوم وللرجال جاي لأمي، طبعا الكلام ذا هك الأيام الجوالات ما جاتنا، ما لقاني، ويجي واحد من ناس اللي بالحارة جار اللي ويعطيها يعطيه زرف. يوم جيت أنا جاي من مكشاتي أداي مكشتنا الأربعاء والخميس وأجي الجمعة، يوم جيت الجمعة ولا والله الرجال يوم طق علي وجاء وقال يا أبو زياد هالرجال معطيك ظرف. يوم أخذت الظرف وفتحته يا طول عمره لو والله قصيدة تشوك الرأس، يشكي فيها الوضع والرجال مطلقين المرأة ومديها لأهلها. لا إله إلا الله. التالي هي طبعا التالي، الحين كل العلم على التالي هو. أنا صراحة هنا يوم سمعت القصيدة هو يقول يقول تكفون دلوني على الطب شكواه، ما دام قلبي هم نول وتالي، حيث إن قلبي سيلت به شغاياه والحال طاويها سوات اسمالي، عسى يفيد الطب وإن كان جيناه ويزين ممشى أيامنا بالعدالي، أعول عويل الذيب كثرة بلاياه يعول بدون من النشر خالي، بس باب خل عذب القلب فرقاه، فارقت يا صالح من الناس غالي، حل الفراق وكل دمع سكبناه، وهذه ثلاث أيام كني الحالي، والنوم قل وعية العين تجناه، بس أتذكر ضحكته والدلالي، إليا دخلت البيت أنشد زواياه، وليا لمحت الدار تكسف حوالي، وليا طلعت بالقدم مل ممشاه، والرحت مالي بالمجالس مجالي، واللي هسف حالي وعيني تحلاه، ورعن يبا ينسيه طول الليالي، طفل غرير عايش بأول صباح، عين العنود اللي تربى المفالي، غاب الصديق وكل حي بدنياه، والهم داسا بالقدم والنعالي. رجال طبعا مهموم وجايب من المرضي بنت، ويتذكر البنت وبدت الأمور ماشي يعني تأخذ منحنى ثاني،
انا جيت ورديت عليه بهالقصيده اللي اشرت عليه بالشوران، قلت حي الجواب وحي من قال سقناه، وحي القواف وحي منه شكالي، ويلي تريد علاج قلبك لقيناه، ولعيونكم يرخص دوا كل غالي. اللي وسم بيده اللي يبيك وعية النفس تبغاه، لا ترتجي بعده معوشة حلالي. اللي وسم بيده على التبد عرقاه، ويجدح بجمر الحقد طول الليالي. خله لعله ما يجي منك وش جاه، غير المعزة والكرم والدلالي. اللي ذكرت فعول من حل طرياه، ومرر على تبدك طعم كل حالي. عنده ترى تفرح على بعد ما مساه، صار بالدنيا قليل انصفالي. خل الغضي وندور الظل يلقاه، واللي يبي قربك يشوف الظلالي. ظل الغضي هيسل على السيف تقداه، ومن وين ما سرح يدل المفالي. المارد التالي تكدرت من ماه، والمارد الأول قراح زلالي. عد وردته يا فتى لا تعداه، لو البروق تلوح شرق وشمالي. وإن كان تشكيلي من الوقت مراه، من وين ما ضاقت لها الرب جالي. قافي وفاء والنقص لا بالتسماه، هذا الجواب اللي مرد السوالي. وسلامتكم طبعا ان شاء الله تفارقوا، ما صاروا على شيء. يعني رجع المراه، وبعد ما رجعها يعني زارت امورهم شوي، ثم انشانت، ثم جاب منها عياذ، ثم عاد تفارق والمفارقه اللي. وسلامتكم، يصلح احوالنا واحوال كل من لا تقحم نفسك في شيء ما تقدر. هذا انا اقول كلمه، لا تقحم نفسك في شيء لا تستطيع. حتى في الزوجه اذا في فوارق بينك وبينها انتبه، وانت برضه اذا في